عيسى، ما هقول انا محظوظه قوي كده اشوفك النهارده مرتين. وانت كنت عند وسيم؟ الداليا بتشتغل معايا. ما قاليش يعني ان داليا هي السكرتيره الجديده. ايه، خايف تشوفني هنا كتير؟ لا طبعا. عموما ما تخافش، انا بحاول اقنع داليا ان هي تشوف لها شغلانه مناسبه. زي ما انت كده هتحاول تقتنع برأيي في كل البنود اللي اختلفنا عليها في الميزانيه. لازم ارجع لمستر ياسر. انا واثقه ان هو اللي بياخد رأيك مش العكس. على الاقل بنتناقش. تمام. طب يا ريت بسرعه بقى، وما تكونش مكالمه تليفون، تيجي لي مكتبي زي ما جيت لي النهارده. ساره، مساء الخير. مساء الخير. على اذنكم. عن اذنك. معاك حق، لازم تلحقها طبعا، لا تفتكر ان انا جايلك مخصوص. ها، قلت لي عندي كلام كتير عاوزه تقوليه. اه، بس بعد ما اعرف الاول ايه اخر كلام عندك. اخر كلام في ايه؟ هو ايه اللي اخر كلام في ايه؟ هو احنا مش متجوزين والمفروض ان البيت ده بيت الزوجيه؟ ممكن افهم طردتني منه ليه؟ امل يا حبيبتي، احنا خلاص ما بقيناش مع بعض زي الاول. انت ما بقتش زي الاول من بعد ما تعرفت على ساره ومن بعد ما جبتها الشركه. قلنا بلاش نجيب السيره دي بقى. طبعا، لانك مش هتقدر تنكر. بصي يا امل، الورقه اللي معايا خلاص انا قطعتها، وهديكي مكانها مبلغ كويس. والله؟ اه، يعني انت هتطلقني وتديني مكافاه نهايه الخدمه؟ لا يا ستي، انا مش همشيكي من الشركه، هخليكي هناك عشان ما تبقيش خسرتي كل حاجه حتى شغلك. لا، انت هتخليني عشان تضمن سكوتي، عشان تربطني باكل عيشي وتضمن ان انا بعد كده ما اطلعش اتكلم واقول اننا كنا متجوزين. ما حدش يصدق كلامك ده يا امل، عشان انت حياتي معكيش اي حاجه تثبت كل ده. يا راجل بتهيألك يا حبيبي، ده انا معايا حاجه تثبت اكتر من الورقه بتاعتك دي بكتير. ياسر يا حبيبي، مبروك يا بيبي، انا حامل. ممكن افهم انت جاي ورايا ليه دلوقت؟ عشان عارف ان انت مجنونه وهتفهمي غلط. واللي انا شفته بعيني ده يتفهم صح ازاي؟ عالسلم؟ يعني ضاقت عليكوا الدنيا ما لقيتوش حته تانيه تتقابلوا فيها؟ طب يا اخي راعي مشاعري، ده سلم بيتنا برضو. شفتها صدفه، اختها بتشتغل عند وسيم وكانت جايه تزورها. اختها بتشتغل عند وسيم؟ يعني كمان زرعت اختها عندنا عشان يبقى لها فرصه تشوفك بيها كل شويه؟ يا ستي ولا زرعت اختها ولا حاجه، دي اصلا كانت جايه عشان تلاشي فيك شغلانه تانيه. لا والله، والمفروض ان انا كده بقى اصدقك. انا مش محتاجه اكدب عليكي. انا اللي غيظني ان انت كنت لسه عند الهانم الصبح، لكن ازاي ما قدرتش تستحمل لازم تيجي وراك بالليل عشان تشوفك تاني؟ وانت عرفت منين ان انا كنت عندها الصبح؟ كان نفسك ما اعرفش طبعا، صح؟ ردي عليا. مستر ياسر ولد. يعني هو ايه، بعتني ليها ويجري عليك يقول لك؟ انا اللي جرجرته في الكلام لما حسيت ان انت بقيت بتتسحب كتير من الشركه من غير ما تقول لي. ما انا ما جبتكيش تشتغلي معايا في الشركه عشان استاذنك في كل مشاويري. من غير استئذان يا عيسى، اعمل اللي انت عايزه، بس يا ريت تسيبني انا كمان اعمل اللي انا عايزاه. يعني ايه؟ يعني انا تعبت بقى، بجد تعبت. انا مش هفضل عامله فيها كولومبو ودايره الف وراك اشوفك بتقابل مين من ورايا. تقشي نفسك. سامع يا خالتي بتقولي؟ حقك عليا، انا هخليها تيجي لحد عندك وتعتذر لك. انت كدابه. مش مصدقني؟ ادي يا سيدي التحليل اللي انا عملته، شوف نفسك. احنا من ساعه ما اتنقلنا اتجوزنا اتفقنا ان مفيش خلفه، صح؟ اه، بس ده كان في الاول، لكن بعد ما حسيت ان انت هتغدر بيا انا بطلت اخد الحبوب. يعني انت قصدك تورطيني؟ قصدي احمي نفسي بعد ما انت قررت تقطع الحاجه الوحيده اللي بتثبت حقي عندك. انت مالكيش اي حق عندي. ما تستعجلش يا بيبي، خلينا نشوف المحكمه هتقول ايه. محكمه؟ هو انت متخيله تعرفي تثبتي ان بطنك ده مني؟ هخليهم يعملوا له دي ان ايه ويقارنوا بتحاليلك. امل يا حبيبتي، مفيش دي ان ايه بتتعمل لجنين.
يا سيدي بقى لما يتولد يبقوا يحللوا له براحتهم. انت مجنونة، عاوز تضحي نفسك وتفضحيني معاكي؟ افضحك؟ لكن افضح نفسي ليه ان شاء الله؟ هو احنا مش كنا متجوزين وانت اللي قطعت الورقة؟ اللي ببطك ده لازم ينزل، انت فاهمة؟ وانا ايه بقى ياسر اللي يخليني اضحي بابني عشانك بعد ما انت اصلا ضحيت بيا؟ انت ناوية تلعبيني بقى؟ انا ناوي اخد حقي ومش هسيبه. حلوة قوي التمثيلية اللي كانت بره دي. تمثيلية ايه؟ ما صدقتي لقيتي واقف معاها على السلم قلتي فرصة؟ تقلبيها خناقة؟ هو انت صدقتي ان الحرباية دي جاية لاختها فعلا؟ هو انت صدقتي ان انت غيرانة عليه بجد؟ ما انت لو غيرانة عليه بجد ما كنتيش تستني لغاية لما تشوفيه صدفة بالليل واقف معاها على السلم، كنت عملتي زي زمان وجريتي بسرعة ورحتي طابقة على زمارة رقبته. أول ما عرفتي انه رايح لها الشركة الصبح. ماما ماما لو سمحتي من فضلك سيبيني لوحدي شوية. طبعا عايزه تخلصي مني عشان انا الوحيده اللي فاهماكي. فاهمه ايه؟ تتلككي العيسى وتدوري على اي سبب يخليكي تضعفي قدام ياسر عشان خايفه تخسريه زي ما خسرتي المليون جنيه بتاعه معاه. صح؟ بس المليون جنيه بتاعه معاه يجوا ايه في بحر ملايين ياسر وفلوسه واللي جابهولك واللي لسه هيجيبهولك؟ اي ام غيرك كانت هتنصحني ابعد عن عيسى عشان ما يفقروش معايا. ولا ما تتفقريش معاه، مش ده برضو اللي انت خايفة منه؟ على العموم أنا مش هنصحك بأي حاجة، بس لو ياسر ده عاوزك بجد يجي يطلبك مني أنا مش هرفض ده لو انت موافقة. شفتي بقى؟ شفتي ان المشكلة مش فيا؟ مشكلة عندك. حب عايز ياسر وفلوسه، وفي نفس الوقت عارفة كويس قوي ان انت ما تقدريش تعيشي من غير عيسى. طيب، بس لازم تعرفي حاجة مهمة قوي، مفيش حد في الدنيا دي بياخد كل حاجة. لازم تختاري. لو عايزة ياسر، روحي لعيسى وقولي له بسرعة أنا مش عايزة. لو اخترتي عيسى من بكره الصبح مفيش مروح لشركه ياسر. انت فاهمه؟ أفضحك؟ لكن أفضح نفسي ليه إن شاء الله؟ هو إحنا مش كنا متجوزين وإنت اللي قطعت الورقة؟ أنت مزعل أمل في حاجة؟ في إيه؟ طالبة إجازة مفتوح، بتقول إنها تعبانة. خلاص تبقى تعبانة وعايزة إجازة. مش لازم ابقى انا اللي مزعلها يعني. ماشي، هي عاوزه اجازه، المفروض تطلبها منك مش مني. خلاص، هي عشان بس بقى لها يومين ثلاثه كده بتغلط في الشغل وكمان مش مستحمله اي ملحوظات مني. ايه بس ده ما يخليهاش متعصبه قوي كده. هو انت بتقولي انا ليه؟ ما تروحي تقولي لها هي. ما انا قلت لها، قالت لي نفس الكلام. بس حاسه ان في حاجه مخبيها عليا. سيبك منها، مش وقتها خالص دلوقتي، انا كده كده ممكن اجيب مكانها اي حد تاني. بسرعه كده؟ يعني نوقف الشغل عشان خاطرها ولا ايه؟ ياسر. رانيا. أنا عندي ميتنج مهم جدا،
وبعدين مش عايز اتاخر عليه اكتر من كده. سلمى انا اسفه نمت وانا بنايم يا رب. سلمى انا اللي اسف عشان تعبك معانا. ممكن ما تقولش كده؟ انا كنت فاكرك هجيبي يا رب من المدرسه وخلاص، مش هتقعدي معها لحد دلوقتي. على ما اتغدينا وعملنا الهوم ورك شبطت فيا وما عرفتش اسيبها لوحدها. كان لازم تقولي لي انك هنا. كنت ناويه امشي قبل ما توصل. انا اسفه مش هتلاقيني هنا تاني. سلمى أنا آسف، ما كانش قصدي أضايقك. أنا عرفت عنوانك من الشركة بس ما رضيتش أكلمك قبل ما أجي. لا تقولي لي ما تجيش. حد يعرف إن أنت هنا دلوقتي؟ لا طبعًا. هو إيه اللي حصل؟ أنا بفكر أسيب الشركة. عشان مستر ياسر؟ أصل أنا شفتك بعيني وأنتي نازلة من شقته. تخيلت ان انا مش هفكر فيكي تاني، بس ما اعرفش ايه اللي خلاني فضلت مستنيكي لحد ما تسيبيه. انا سبته فعلا، وانا كنت مستني اليوم ده من بدري. كنا متجوزين، قطع النسخه الوحيده من عقد الجواز اللي معايا. ده كده بقى يبقى ما كانش بيحبك. المهم ان انا مش عايز اي حد يعرف حاجه عن الموضوع ده دلوقتي لحد ما اشوف انا هعمل ايه. لا هنعمل ايه؟ وانا من النهارده مش هسيبك. ولعلمك بقى انا مش هقعد يوم واحد في الشغل لو انت سبتيه. لا خالص بالعكس، انا عايزك هناك. ماشي. كملناش كلامنا من اخر مره. المشكله يا سلمى ان سهام كانت طالبه مني طلب. أنا وافقت وعدتها إن أنا أنفذ الطلب ده من غير ما أعرف هي كانت طالبة إيه بالظبط. يبقى اتسرعت ومحدش يقدر يجبرك على حاجة أنت مش مقتنع بيها. أيوه بس وليد أخوك جالي قبل ما سهام تتوفى الله يرحمها. كان حاسس وشاكك إن في حاجة بينا. قال لي إنه جايب لك عريس صاحب تقريباً. طبعاً كان بيتكلم بأسلوب التهديد زي عادته. وما قلتليش ليه ساعتها؟ ايوه لو كان عارف ان انا اشتكيت لك منه كان هيتاكد ان في حاجه بينا فعلا. كنتش عارف انك بتخاف منه قوي كده. سلمى انا خايف عليكي. انا غلطت لما قلت لك وسيد سهام، بس كانك ما سمعتش حاجه، وانا اللي هشيل ذنبها مش انت. على فكره سهام ما كانتش محتاجه توصيني وصيه زي دي. انا لو فكرت اتجوز تاني بعدها مش ممكن افكر في حد غيرك. مش بس عشان يارا بتحبك يا سلمى، عشان أنا كمان بحبك ومن زمان. سلمى أنتي الكلمة الحلوة اللي أنا ملحقتش أقولها في زحمة المشاكل اللي قابلتني. كنت خايف أقولك بحبك. بخنت سهام صارع المرض عشان متسيبنيش أنا ويارا. سهام كانت عارفة إن إحنا بنحب بعض. هي قالت لي كده وهي بتوصيني اني اتجوزك. على فكره جوازي منك في مصلحتي انا ويارا، لكن مش في مصلحتك انت. Thank you.
اتفضل. صباح الخير. صباح النور. كنت حابب اديكي تقرير عن قعدتي مع ماء الغزالي امبارح. ممكن تبلغ الاستاذ ياسر. مش موجود. استنى لما يرجع. ايوه بس في حاجه مستعجله. خير. ما عايزه تتعامل مع الشركات بتاعتها، وده هيكلفنا ربع الميزانيه تقريبا في 3 بنود في المشروع. طب وانت ليه ما فهمتهاش كده؟ فهمتها، بس تقريبا هي ليها مصلحه مع الشركات دي. يعني هي عايزه تاخدهم بسعر تنفذهم بسعر تاني غالبا. طب والحل؟ والله العقد اللي بينا يمنعها تمضي مع اي شركه بدون موافقتنا. وياسر هيخاف يعمل معاها مشكله، هيخاف يخسرها. بس احنا كده هنخسر كتير. طب خلاص انا هبقى ابلغه. طيب بالنسبه ان في بند في العقد بيقول. معلش يا عيسى، عندي تليفونات مهمه جدا عايز اعملها عن اسمك. طيب تحب اعد عليك امتى؟ لما يكون في حاجه مهمه ممكن ترجع فيها الاستاذ ياسر، مش كل حاجه ترجع لي فيها. عن اذنك. اتفضل. صباح الخير. اهلا. هي رانيا في ايه؟ بتكلمك كتير وما بترديش. ما عنديش حاجه اقولها لك. بس انا بقى عندي كلام كتير عايز اقوله. خلاص نتقابل النهارده بالليل. جاي لحد هنا بنفسك؟ انا اكيد بحلم بقى. ليه بس؟ قلت لك في التليفون اني جاي لك. انا خفت ترجع في كلامك. اتفضل. امل. هتنزل لي في بطنك عشان نكمل مع بعض. نكمل مع بعض؟ وانت مش قلت لي ان انت قطعت الورقه؟ قلت هقطعها. اوكي خلاص نعمل ورقه جديده بمهر ومؤخر واتنين شهود عشان تبقى رسمي ويبقى معايا نسخه منها. نسخه واحده وتبقى معايا انا. نبقى عملنا ايه؟ اضمن منين بعد ما انزل البيبي انك ما تقطعهاش؟ اديه مبلغ كويس جدا، نص دلوقتي ونص بعد الإيجار. يا راجل ما تقول كده من الأول. لازمتها إيه بقى دخلت ورقة جديدة ونبقى مع بعض؟ أنت جاي تعرض عليا فلوس عشان أنزل البيبي. عايزة كام يا أمل؟ 10 مليون جنيه يا ياسر. أنت كده اتجننتي. آه طبعًا اتجننت. أصل أنا لو سبت البيبي هيبقى لي أنا وهو في ذمتك أكتر من كده بكتير. أمل أنا ما بتهددش. وأنا ما بهددش. البيبي ده أنا هحتفظ بيه يا ياسر، هو ده اللي هيجيب لي حقي منك. تمام. بس ساعتها تبقي أنت اللي جبتي لنفسك. عيسى
عيسى. متزعلش مني. عارفه ان انا كلمتك بطريقه وحشه قوي امبارح. بقالك فتره متغيره معايا. انا بس حاسه ان الشغلانه اكبر مني وخايفه ما اسدش فيها. يبقى تسيبيها. انت اللي بتقولي كده؟ هو مش انت اللي جبتني هنا عشان ابقى جنبك وما اشتغلش بعيد عنك؟ ما هو انت ما بعتيش غير لما بقيتي هنا. وانا مش عارف ده حصل امتى وازاي. يعني انت هتستحمل تفضل طول النهار ما تشوفنيش؟ لا، ما هو انا احتمال كمان انا امشي من هنا. ليه؟ ياسر ما بقاش مركز في الشغل خالص. حتى رانيا. رانيا بقى لها فترة مش طايقاني وانا مش عارف ليه. بس انا عارفة. عشان ما عرفتش تاخدك مني. كنت غيرانة منها في الأول. بس دلوقتي فرحانة. عشان أكدت لي قد أنت بتحبني. ممكن ما تجيبيش سيرتها تاني؟ تعالى ما نجيبش سيرة أي حاجة بتزعلنا من بعض. عيسى أنا مستعدة ندور على أي شغل تاني بعيد عن هنا، بس إحنا الاتنين نمشي سوا. مستر ياسر؟ رانيا قالت إن عندك مشاكل كتير مع مها، خير؟ تمام، ده حقيقي. طيب هات الفايل بتاعها وتعالي على المكتب بسرعة. حاضر. انتي مش متخيلة انا فرحانة النهاردة قد ايه. يعني بصراحة كده ما كنتش متخيل ان احنا نتقابل بسرعة كده. ولا انا. طب ايه؟ نقوم نمشي طيب؟ لا انا جاي عشان اسمعك، بس اسمع حاجات جديدة غير اللي انت بتقولها لي دايما. انت بتصعبيها عليا ها؟ لا خالص. انت لو ما كانش عندك جديد ما كنتش هتيجي تقابلني. اقول لك يا رانيا، ممكن اطلب منك حاجه؟ ممكن تساعديني ان انا اتخلص من هوبي اللي انت ما بتحبهاش؟ اخيرا اعترفت ان عندك عيوب. شفتي بقى؟ اهو ده جديد اهو. تصدقني ضحكتك دي وحشتني. طول الوقت بتحبني بطريقتك وده اللي كان بيخلينا نسيب بعض. بصي بقى ست الكل، سيبك من طريقتي خالص وخلينا في الطريقه بتاعتك. عاوزاك تثق فيا. تبطل تطاردني، يعني ما تحسسنيش انك بتراقبني طول الوقت. موافق. وتنسى انك وكيل نيابه وانت معايا. يا ريت والله، ايدي على كتفي. هو انا يعني هبقى حابب ان انا افضل في الشغل طول اليوم؟ وتديني فرصه انك توحشني زي ما انا بوحشك. اللي هي ازاي يعني؟ يعني مثلاً ما تكلمنيش باليومين، ما تشوفنيش لمدة أسبوع، أكلمك في التليفون ما تردش كده يعني. يا سلام، هو ده بقى الحب عندك؟ ما أنت كان لازم تفهم كده من الأول. لا بسيطة، إذا كان كده بقى أنا هخلع وأسيبك أنا لوحدك. مش قبل ما تحاسب يا سك. ماشي. ايه؟ عيسى جالكم تاني ولا ايه؟ لا يا باشا. ايوه بس ممكن يكون بيقابل نعيم بره الشركه. كنت هعرف. ايوه يعني معقول الفتره دي كلها ما كلمش نعيم خالص؟ ممكن يا باشا يكون بيتقل عليه عشان يزود عمولته. او لسه ما عندوش اللي يقوله له. طيب ماشي، هبقى اكلمك تاني. سلام دلوقتي. ماهر قال لي ان حضرتك عايزني. يا سر، اتفضلي. اتفضلي. صحيح انا شفتك انت وعيسى امبارح بتتكلموا مع بعض. هو انتوا ما بتعرفوش تتكلموا في البيت ولا ايه؟ كنا متخاصمين. ليه؟ عشان لقيت واقف على السلم مع مها الغزالي. الهانم جابت اختها تشتغل في عياده وسيم جوز اختي. لسه بتغيري عليه؟ معرفش. طيب موضوع القعده بتاع الجماعه الطلياني مالها؟ قلتي له اي سيره بيه؟ لا طبعا. ولا حتى اي معلومه عن التوكيل نفسه؟ برضه لا، حضرتك قلت لي دي اسرار شغل. ساره انت عارفه انا بثق فيكي قد ايه. طيب حضرتك عايز مني حاجه تانية؟ انت وقفتي ليه؟
علشان عيسى موجود هنا في الشركه، وانا مش عايزاه يحس ان انا بطول عندك. وانا مش عايزك تخافي منه بعد كده. انا خايفه من امي اكتر منه. شافت الحاجات اللي انت جبتها لي وقالت لي ما كانش المفروض اخد منك حاجه. قول لها دي حاجات تبع الشغل ومش انا لازم. اسفه، انا مضطره ارجع لك كل اللي انت جبته لي. بجد ما بقتش قادره استحمل نظراتها ليا كل ما بتيجي سيرتك. وعيسى بقى اللي نصحك بكده؟ عيسى ما يعرفش انك جبت لي حاجه اصلا، وانا مش هستنى لما يعرف عن اذنك. عايزة كام يا ابني؟ 10 مليون جنيه يا ياسر. انت كده اتجننتي؟ اه طبعا اتجننت. اصل انا لو سبت البيبي خلاص بس كفايه. انا ذمتك اكتر من كده بكتير. اوكي. طبعا ياسر ما يعرفش انك تسجلي له، مش كده؟ لا بس انا مش هزعل لو انتي رحتي عرفتي. انتي بقى عاوزه تخوفيه بالتسجيل ده؟ لا انا بتهيألي ان القاضي لما يسمعه هيساعدني كتير، هيبقى ليا فرصه كبيره ان انا اكسب قضيه النسب اللي انا هرفعها عليه. بس المحكمه مش هتاخد باي تسجيل من غير اذن نياب. صح عندك حق، برضو المحامي بتاعي قال لي كده، بس قال لي ان لو القاضي سمعوه تبقى حاجه قويه في القضيه. انت كمان جايبه محامي؟ يعني لو كنت مكاني كنت هتعملي ايه؟ كنتش هتجري ورا حقك؟ انتوا متجوزين من امتى؟ من سنه. من سنه. طيب وجاي دلوقتي تسمعيني تسجيل ده ليه؟ اصل انا اتجوزته في السر، بس لو هتطلق بقى يبقى هتطلق في العلن من غير فضايح. يا رنا انا جيت لك النهارده عشان انت الوحيده اللي تقدري تقعدي تتكلمي مع ياسر. اتكلمي معاه واقنعيه، اقنعيه ان هو يعترف بجوازنا ويعترف بابنه اللي في بطنه. ولو ما اعترفش خلاص يبقى يدفع بقى ال 10 مليون جنيه، وساعتها انا موافقه ان انا انزل البيبي. يعني انت هتضحي بالبيبي علشان 10 مليون جنيه؟ اه. ما ردتيش عليا. ياسر اللي هيرد يا حبيبتي مش انا. اسكيوز مي. كنت سامعك بتزعقي مع عيسى اخر مره كنتوا قاعدين مع بعض. ده اللي مخليك مبسوط من ساعتها؟ اتخانقتوا ليه؟ مفيش. معترض على المقاولين بتوعنا وعايز يجيب شركات تانية بأسعار أقل. ده يبقى ليه مصلحة معاهم وش؟ معتقدش. الدرجات دي قدر يقنعكم نضيف؟ هو مش لازم يكون شغال بطريقتنا وليه مصلحة في كل مقاول بيجيبه. خلاص خلينا في مصلحتنا احنا. ولا ناوية تضعفي قدامه وتخليه يجيب المقاولين بتوعه؟ أنا ما بضعفش قدام حد. لسه بتفكري فيه؟ حتى بعد ما سابك وراح اشتغل مع ياسر وانت عارفه انه مستحيل يرجع لك. خلصت كلامك. فرحت قوي لما داليا اشتغلت عند وسيم عشان يبقى لك حجه تروحي تشوفيها وبالمره تشوفي اللي اسمه عيسى ده. كنت فاكراك اذكى من كده. هو انا لحد امتى هفضل مستحملك؟ لغايه ما تعرفي اني مالكش غيري. بس يا رب ساعتها اكون فاضي. معلش اتأخرت عليك. لا ولا يهمك، ما انا عارفك في الشغل. ما رضيتش تقول لي في التليفون انت عايزني في ايه؟ كلام اللي انا عاوز اقوله لك ما ينفعش تقول في التليفون. خير؟ عملت ايه في موضوعنا؟ لسه ما جاتليش اي معلومات عن موضوع التوكيل بتاع الجماعه الطليان. انا عارف ان انت والشارب حبايب، وفي موضوع زي ده لازم ارجع لك فيه. يمكن نقعد مع بعض بعدين.
سارة. مالها سارة؟ أعرف إنها جارتك وخطيبتك. ما جابتلكش أي سيرة قبل كده عن موضوع التوكيل ده؟ وإيه دخل سارة بموضوع التوكيل؟ إزاي؟ أنا أعرف إن ياسر وسارة كانوا قاعدين مع جماعة طريانة. في عشاء عمل يعني. أنت متأكد؟ جريء يا عم عيسى. وأنا اللي هجيب لك الأخبار ولا أنت اللي هجيبها لي؟ إديني أسبوع بالكتير وهيكون عندك خبر. ولو زودت العمولة شوية. يعني إيه؟ يعني أخليها لك 1,000,000 جنيه بس تجيب لي الأخبار في خلال 48 ساعة. قلت إيه؟ صباح الفل يا قائد. في صورة طازة لسه واصلة لي من الكافيه اللي اتقابلوا فيه. صاحبك عيسى لسه قايم حالا من قدام نعيم. ايه؟ في حاجة؟ أنا عرفت ليه أمل أخدت أجازة. ليه؟ عشان متخانقة معاك. وهي بقى قالت لك ايه؟ هي ما قالت ليش. هي سمعتني الكلام اللي كان بينك وبينها آخر مرة لما كنت عندها في البيت. سمعتك؟ سجلت لك يا ياسر وأنت مش واخد بالك. المشكلة بقى إن التسجيل ده ممكن يدينك لو رفعت بيه قضية. أنا مش قادرة أصدق أنت إزاي تورط نفسك في مشكلة كبيرة مع البنت دي؟ ليه؟ ما تصدقهاش. اللي بطلع ده لا يمكن يكون ابني. أنت جوزتها فعلاً؟ يعني جوزتها بورا وعرفي وبعدين قطعتها. آه. أنت شايف بقى كده إن المشكلة اتحلت؟ أنا مش خايف منها. هي مش هتعرف تثبت إن ده ابني. آه بس في مشكلة. هي ممكن تفضحك بالتسجيل ده وإحنا شغالين في السوق ده بسمعتنا. ده عادي يعني. هي ينفع تسكت بأي فلوس. طالبة 10,000,000 جنيه. ايه ده؟ الموضوع كله على بعضه يخلص بمليون ولا 2 بكتير. ما اعتقدش. خد بالك. هي ممكن تهرب منك لغاية ما تولد وبعدين تعمل تحليل دي ان ايه للبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه ده؟ انا ما كنتش اعرف انك هنا. خفت اقول لك تقول لي ما تجيش. انا حتى ما شفتش عربيتك تحت. ما بقتش اجيبيها، زيادة في الاحتياط. شفتي يا سلمى؟ عرفتي ان احنا بنعمل حاجة غلط وخايفين منها؟ ما انا مش هعرف اسيب يارا لوحدها. انا عملت لها الاكل اللي هي بتحبه. وهتلاقي كل حاجة في التلاجة. واكلك موجود بره. كله قبل ما يبرد. لحد امتى هتفضلي شايله همي انا ويارا يا سلمى؟ مش عارف. انا بفكر اجيب لها بيبي ستر تقعد معاها وتاخد بالها منها. انت شايف ان هو ده اللي ناقصك؟ لا بس يعني ما عنديش حل تاني. لا عندك حل بس خايف. قلت لك قبل كده يا سلمى مش عايز اكون اناني. وهتقدر تبعد عني وهتستحمل تشوفني مع راجل غيرك؟ معرفش. لما تعرف ابقى كلمني ودي اخر مره هاجي فيها. سلمى هو انت مستني حد؟ لا. طب شوف مين قبل ما تفتح الباب.